السلام عليكم. الفيديو بتاع النهاردة سريعا جدا، مش هطول عليكم. هنتكلم في حاجة مهمة قوي. هل العربيات بعد ما نخلص من موضوع الكورونا ده هتغلى ولا هترخص ولا السعر هيفضل زي ما هو؟ هو ده السؤال مهم جدا. وهل الصح ان احنا نشتري عربيات في الفترة دي ولا ما نشتريش، ولا نستنى لما نخلص موضوع الحظر والكورونا والكلام ده؟ ده موضوع مهم جدا، وهو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. خليني اقول لكم سريعا، كل المصانع اللي بتصنع عربيات دلوقتي بقت واقفه، ما بقتش زي زمان. الوضع دلوقتي ما بقاش زي الاول، فالانتاج بقى اقل. فكل العربيات اللي موجوده حاليا، لو افترضنا ان احنا بنتكلم على ان في دلوقتي مثلا 1000 عربيه، فالطلب على ال 1000 عربيه حاليا قليل، ما فيش مشكله. طيب هل بعد بقى مع موضوع الكورونا ده ما يخلص، ال 1000 عربيه دول الطلب عليهم هيبقى قليل؟ لا، هيبقى كتير. طيب النهارده لو التجار او الوكلاء او الناس اللي معاها العربيات دي عايزه تبيعها، لما نخلص من موضوع الحظر والكورونا والقصه دي ان شاء الله باذن الله، يعني ربنا يكملها على خير ونخلص من القصه دي. لما الموضوع ده يخلص، التاجر اللي عنده الالف العربيه دول او الناس اللي معاها الالف عربيه عايزه تبيعها، لما تيجي تبيعها لازم اولا تطلب يجيبوا الف عربيه تانيين. طب هل دلوقتي هيجي لهم الالف عربيه؟ لا، مش هيجوا. فهو اصبح حاليا ما عندوش غير الف عربيه بس. هيبيعهم ازاي؟ هل الدوله هتقدر تسيطر على التجار او التوكيلات ان هي ما تغليش اسعار العربيات، وما بقاش في زي ما يكون ايه، الناس بتنتهز الفرصه ان مثلا العربيات اللي عندها لو خلصت مش هيبقى عندها حاجه تبيعها، وتبيعها بالسعر الطبيعي بتاعها، ولا هيبقى في زياده في الاسعار والناس اللي عنده عربيه مثلا كان بيبيعها مثلا ب 100,000 جنيه هيبيعها ب 150,000 جنيه او ب 120,000 جنيه، لان هو عارف ان في خلال 3 شهور مش هيبقى عنده عربيه عشان يبيعها. دي نقطه مهمه جدا، وهو ده اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. دلوقتي اسعار العربيات تعتبر في ادنى مستوياتها في خلال يعني الخمس سنين الاخيره. اسعار العربيات دلوقتي تعتبر في ادنى مستوياتها كتمن، وطبعا تقدر تستورد عادي، وتقدر تشتري من تاجر عادي، وتقدر تشتري من تاجر استورد عربيه من بره التوكيل عادي. كل دي حاجات متاحه تقدر تعملها، ما فيهاش مشكله. المشكله فين؟ المشكله دلوقتي ان هنطلع من القصه دي هيبقى في هبه جامده في الاسعار. طب هل بعد الهبه الجامده في الاسعار، وبعد ما المصانع تشتغل وتبتدي تطلع تنتج عربيات، والناس التجار او التوكيلات يبتدي بقى عندهم عربيات، هل هيرجعوا بالاسعار للسعر اللي احنا وصلنا له دلوقتي في التوقيت اللي احنا فيه ده؟ دي اسئله مهمه جدا. انا من وجهه نظري الشخصيه التي لا قيمه لها، علشان ما حدش يقعد ينتقدني ويقول لي انت بتقول كده، انت مش عارف حاجه، يعني السيدي الفاضل لو وجهه نظري مش عاجباك اعتبرني ما قلتهاش، وما تزعلش نفسك مني وما تزعلش مني. انا اللي انا عايز اقوله ان وجهة نظري ان في التوقيت ده الناس ما عندهاش قابلية ان هي تشتري، يعني الطلب قليل. فهل الطلب قليل هيخلي التجار مثلا يقللوا سعر العربيات؟ اه ممكن. هل الربح هيقل؟ اه ممكن. طيب بعد بقى ما نخلص من موضوع الكورونا ده الناس دي هتعمل ايه؟ لو هي العربيات موجودة عندهم زي ما هي، اعتقد ان هو لو ما قدرش يوفر عربيات يجيبها في الفترة اللي بعد الكورونا دي بسرعة، هيبقى ما عندوش غير العربيات اللي عنده، فهيضطر ان هو لو الطلب عليها عالي فالاسعار هتزيد. فاحنا عايزين نتفق على حاجتين، اللي يقدر يشتري دلوقتي عربية او يستورد عربية في التوقيت ده يعني اتحرك خلاص، ده رقم واحد. انا عارف ان التراخيص واقفه، بس التراخيص مش هتفضل واقفه على طول. انت هات عربيتك وهات ورقك وحاجتك وكل حاجه وخليها عندك، واول ما التراخيص الدوله تبتدي تفتح للتراخيص تاني ابتدي يا باشا روح اتحرك ورخص عربيتك، مفيش مشكله يعني. طيب ده في التوقيت ده اللي يقدر. اه اتفضل. بعد ما القصه دي هتخلص، انا بقى بقول لكم لو رحت التاجر لقيته رافع في سعر العربيه لدرجة ان هو رافع اكتر من 20% من تمنها، يبقى كده انا بقولك ما تشتريش عادي. واحنا وقفنا كتير قبل كده ما اشتريناش والاسعار اتظبطت، فنقدر نعمل كده تاني عادي، مفيش مشكلة.
بس انا ليه عامل الفيديو ده؟ انا عامل الفيديو ده علشان الناس تاخد بالها ان في دلوقتي حاله ركود، لكن بعد الركود يعني بعد ما الكيرف بينزل ده طبيعي، لازم الكيرف يطلع تاني. فلما الكيرف يطلع تاني نخلي بالنا بقى، نشوف مين المحترمين نشتغل معاهم، ونشوف مين الناس اللي ما عندهاش ضمير ما نشتغلش معاهم. انا مش قصدي اي حد بعينه على فكره، انا ما اعرفش، انا مش يعني انا مش بنجم ولا بعرف في الغيب، لكن انا قصدي ان لو ربنا كرم ان شاء الله وعدينا باذن الله من الكبوه بتاعه فيروس كورونا دي، لازم نخلي بالنا ان احنا لما نيجي نشتري عربيه بعد كده ما نجازفش ونشتري عربيه باوفر برايس عالي، علشان ما فيش غير ان احنا نشتري باوفر برايس. لا، اقرص على نفسك شويه واستنى، او دور على تجار، او دور على توكيلات بتبيع بما يرضي الله واشتري منهم.